الرب بيقدم وعد لكل إنسان شاعر أنه منسحق، تحيط بيه الضغوط وشاعر باليأس ومش لاقي مهرب. أزمنة الضيق أكتر وقت ممكن تنطبق عليه كلمة أزمنة الضيق، هو الزمان اللي بنعدي فيه. تعبان لما بيندهلك بيلاقي معونة وحنان. أزمنة الضيق من بداية 2011 وإحنا شاعرين إنه بلادنا بتعاني من ضغوط رهيبة جداً. نمشي في وادي الغربة نرنم والناس حوالينا في أنين. بسبب الفراغ الأمني وعدم الشعور بالأمان في كل مكان. واقفين في الخطوة بنتقدم. أزمنة الضيق أزمنة بنعدي فيها كلنا، كل واحد بطريقة مختلفة، بسبب مرض مزمن، مرض عجز قدام الطب. يا رب احنا ما بنلجأ لك بنلاقي عندك أمان. أزمنة الضيق بسبب ظروف مادية، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي طالت تقريبا كل بيت بلا استثناء. بنبارك في الأزمة ونشكر. أو بسبب ظروف اجتماعية عدت عليها الأسرة. أزمنة الضيق تحت وطأة الظروف دي يشعر الإنسان إنه منسحق جداً. نعمة ورحمة واختبارات لحد ما تيجي، احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات. انت الأب وانت الحب وانت حضن التعزيات. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مواعيدي ليك. الوعد اللي بيحطه الرب قدامنا النهاردة هو من المزمور 9 وآية 9، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. حقيقة أنه وعد رائع جدا في وقت أعتقد أن كلنا ينطبق علينا القول أزمنة الضيق، أزمنة بنعدي فيها كلنا، كل واحد بطريقة مختلفة. الضيق ممكن يكون ضيق شخصي بسبب مرض مزمن، مرض عجز قدامه الطب وشعر الإنسان قدامه باليأس من الشفاء والذل جدا تحت وطأة المرض الشديد وعجز الأطباء. أو ممكن يكون بسبب ظروف مادية، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي طالت تقريبا كل بيت بلا استثناء. أو بسبب ظروف اجتماعية عدت عليها الأسرة وسببت لها تعاسة شديدة وضغط رهيب جدا. تحت وطأة الظروف دي يشعر الإنسان إنه منسحق جدا، يشعر إنه ملوش ملجأ ولا مخرج. لكن مش بس الظروف الخاصة بكل إنسان أو بكل أسرة، لكن من بداية 2011 وإحنا شاعرين إنه بلادنا بتعاني من ضغوط رهيبة جدا. كل شخص في بلادنا شاعر بأنه الضغط بقى رهيب جداً عليه بسبب الفراغ الأمني وعدم الشعور بالأمان في كل مكان، والشعور بأني في أي لحظة معرض لاعتداء من شخص أو من آخر. أصبح الإنسان يشعر فعلاً أنه لا مهرب، الضغوط بتحيط بيه ومفيش مهرب. لكن النهاردة الرب بيقدم وعد لكل إنسان شاعر أنه منسحق، تحيط بيه الضغوط وشاعر باليأس ومش لاقي مهرب. بيقول له يكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. نمشي في وادي الغربة نرنم والناس حوالينا في أنين. واقفين في الخطوة بنتقدم مش خايفين ولا يأسين. أكتر وقت ممكن تنطبق عليه كلمة أزمنة الضيق هو الزمان اللي بنعدي فيه. لكن أحبائي، إذا كانت أزمنة الضيق فيها ضغط رهيب بتصل بالإنسان للانسحاق، فعايز أقول لك عزيزي المشاهد إن ممكن زمن الضيق ده يكون أروع وقت عدى عليك في حياتك. لو كان الضيق اللي أنت بتعدي فيه اللي أوصلك لدرجة الانسحاق تحت وطئته، هيرميك على الرب وهتلاقي في الرب ملجأ ليك، فأنت ممكن تتمتع بأروع عطية في الوجود.
عزيزي المشاهد، لو كنت لسه ما عملتش علاقة حقيقية مع الله، لو كنت لسه ما التجأتش لله علشان يحللك أكبر مشكلة، عايز أقولك النهاردة إنه أكبر مشكلة في مشاكلك مش الضيق اللي بتعاني منه، مش الضغوط اللي وصلتك لحافة اليأس، لكن أكبر مشكلة عندك هي مشكلة خطاياك. لو الضيق اللي أنت واقع فيه دفعك إنك تترمي على الرب، إنك تروح للرب بكل ضعفك بكل ما فيك وتطلب منه غفران الخطايا، تطلب منه أروع عطية في الوجود، العطية اللي خلت ابن الله يجي من السماء للأرض ويموت على الصليب علشان يديها لك، هتتمتع بأروع وعد غفران الخطايا. وبعدين في وسط ظروفك وفي وسط ضيقك وفي وسط ألمك هتحس إنه معاك، هتحس إن أنت مش لوحدك، هتشعر بشخص عظيم ماشي معاك وشايل الشيلة معاك. كتير جدا اختبروا هذا الشعور، اختبروا إزاي إنهم ممكن يكون الضغوط حواليهم والظروف رهيبة جدا، لكن في وسط الألم وفي وسط الظروف بيقدروا يفرحوا، بيقدروا يغنوا ويقدروا يرنموا. عزيزي المشاهد، الانسحاق شيء رهيب جدا، والضغوط فعلا بتوصل الإنسان لدرجة من الفشل، لكن إذا التجأت بالضغوط ديت للرب هتختبر اختبار عجيب جدا. وعده في رسالة فيليبي إنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يمكن ما تتشالش الضغوط بصفة فورية، تفضل المشاكل زي ما هي، لكن العجيب والمذهل إن في وسط الألم في وسط الضيق هتقدر تختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل. ويجي الوقت، يجي الوقت اللي ما مش هتبقى مستنيه، لكن هتبقى في قمة السعادة حتى في وسط الألم، هتبقى في قمة الهدوء والاطمئنان مهما اضطربت الظروف حواليك. هيجي الوقت اللي يخرجك الرب من الضيق، وانت بتخرج من الضيق هتبقى بتهتف فرحان بالإله الأمين، الإله اللي أجازك في وسط الضيق وشعرت بإيده وهتفت له وسبحته، وفي الآخر خرجت علشان تحكي وتخبر كم صنع بك الرب ورحمك. أدعوك من كل قلبي أن تلتجئ للملجأ الوحيد اللي يقدر فعلا ينقذك من الضيق، ومش بس الضيق الحاضر اللي يمكن بيضغط عليك بشدة، لكن من الضيق الأبدي اللي ملوش حل ولا علاج غير دم المسيح المصلوب. والرب معاك. انت الاب وانت الحب وانت حضن التعزيات. نمشي في وادي الغربه نرنم
والناس حوالينا في أنين، واثقين في الخطوة بنتقدم مش خايفين ولا يأسين، بنبارك في الأزمة ونشكر عارفين إنك رب أمين، نفرح نتشجع نتعزى انت ضمان العمر امين، انت الاب وانت الحب انت حضن التعزيات، احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات، عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات، لحد ما تيجي احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات، انت الأب وانت الحب انت حضن التعزيات، احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات، عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات، لحد ما تيجي احفظ لينا عنينا عليك بالتسبيحات، انت الأب انت الحب انت حضن التعزيات. امسك في مواعيده ده الوعد مش كلام، الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام، صدق لما يقول كلامه في الحلول، ومهما العين تشوف إيمانك راح يقول، امسك في مواعيده امسك في مواعيده امسك في مواعيده.